اهلا بحضراتكم من جديد. من ضمن اهداف لجنه التخطيط يعني الاستقرار يكون موجود خلال الفتره القادمه للنادي الاهلي. خطه الاستقرار دي في خبر نزل حالا دلوقتي، كابتن امير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الاهلي تم تمديد عقد صلاح محسن مهاجم الفريق الاول لكره القدم لمده 4 سنوات، بالاضافه الى الموسم الذي سوف ينطلق بعد اسابيع، لتصبح مده تعاقد صلاح محسن مع الاهلي 5 سنوات كامله. يعني دي من ضمن الاستقرار، الاستقرار دايما اللي بيجلب البطولات. مهم جدا يكون في استقرار في فريق كره القدم سواء من الناحيه الفنيه او من ناحيه اللاعبين. برضو من ايام قليله شفنا عمرو السليه مدد عقده، لجنه التعاقدات من النادي الاهلي مدد تعاقد عمرو السليه ليصبح 3 سنين. زي ما بقول لحضراتكم الاستقرار ده مهم جدا، والاستقرار دايما هو اللي بيجيب البطولات سواء استقرار فني او استقرار في اللاعبين. كل التوفيق لصلاح محسن مع النادي الاهلي في ال5 سنوات القادمه باذن الله.